عندي مشكلة أنا في الماء منقطعين فيه، أكثر من 10 أيام ما شافوش الماء منقطعين فيه، بعيد إحساسنا، لأن علاش؟ هاد نواديو ما تعتقش، تطلقنا في الشاطو تاع إحساسنا، ونستنوا حتى الشاطو يعمل، نطلقوا الشاطو تاع تاع الزيت، باش نعمل، راهم أكثر من 10 أيام، دوك الشاطو لازم يكون تاع الزيت عامل باش نشربوا الناس. خاطر كي يطيبوا لي يطيبوا لي شويه ما يطلعش ما كاش بريسيون وراهم فايت 10 ايام دون سو سونس انا وجهت تقرير سي دراي فرنسا وعندنا مشكل تاع دوك المدرسه اللي نتبدل فيها تدفيع احنا كان عندنا لي بوالا ماسو جاو لك لي بوالا ماسو تاع اللي طيبنا الدخان لان لي بوالا الكتريك انستالاسيون راحت ما لقيناش حلها ممكن بهاد العمال اللي راني نديرهم مختصين في البيت ولا مرزوق هذا ممكن بالك نحنا نجي وهذا انا سيد ولي مشكلة الماء اللي راني نلاقي فيها مشكلة كبيرة من المواطن شكرا